يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: صلينا الجمعة في الحرم فخرجنا منه، وصلينا العصر في محطة، وبعدما صلينا أذن لصلاة العصر، هل صلاتنا صحيحة؟ علما بأننا مسافرون وراجعون إلى مدينة الرياض. هذه غير صحيحة، لأنها لم تجمع إلى الظهر ولم تؤخر إلى أن دخل وقتها، فهي غير صحيحة. لو جمعتموها مع الظهر كان أحسن، ولكن ما جمعتموها وصليتموها قبل وقتها فهذه لا تصح، عليكم إعادتها أربعا بعدما وصلتم، تصلونها أربعا إعادة. نعم.